تخيل مكاناً لا صوت فيه، لا ضوء، لا حياة، كل شيء يختفي فيه إلى الأبد، لا أحد يهرب ولا حتى الضوء. مكان إذا اقتربت منه يختلف الزمن نفسه وتتلاشى قوانين الفيزياء. هذا ليس مشهداً من فيلم خيال علمي، إنه الثقب الأسود. إنه وحش عملاق بلا وجه ولا صوت، يتكون عندما يموت نجم أكبر بكثير من شمسنا وينهار على نفسه ضاغطاً مادته إلى نقطة لا نهائية في الصغر تعرف باسم المتفردة. هناك تنتهي الفيزياء كما نعرفها، وحولها يوجد أفق الحدث، خط غير مرئي إذا تجاوزته لا عودة منه. أنت أصبحت جزءاً من المجهول. في عام 2019 رأينا المستحيل، أول صورة في التاريخ لثقب أسود. العلماء جمعوا تلسكوبات من جميع أنحاء العالم لتكوين تلسكوب واحد بحجم الكوكب. الهدف ثقب أسود في قلب مجرة تبعد 55 مليون سنة ضوئية، والنتيجة حلقة من نار تحيط بفراغ لا يرحم. لكننا لسنا بحاجة إلى السفر ملايين السنوات الضوئية لننظر إلى قلب مجرتنا، درب التبانة. هناك وحش آخر لا يرى لكنه موجود. كيف نعرف؟ راقبنا نجماً اسمه S2 يدور حول شيء لا نراه بسرعة جنونية، كأن قوة خارقة تسحبه نحو العدم. هذا الشيء هو ثقب أسود عملاق. لكن الثقوب السوداء لا تبتلع المكان فقط، بل الزمان أيضاً. كلما اقتربت منها تباطأ الوقت. قرب أفق الحدث الدقيقة تصبح ساعة، وإذا دخلت الزمن يتوقف. من يراك من الخارج سيراك متجمداً إلى الأبد، أما أنت فستشعر أنك تسقط بلطف، سقوط لا نهاية له. لكن ماذا لو تجاوزت أفق الحدث؟ تبدأ الجاذبية في تمزيقك، رأسك يتحرك بسرعة مختلفة عن قدميك، جسدك يمد ويفرد في ظاهرة أطلق عليها العلماء اسم سباجيتيفيكيشن. أنت تتحول إلى خيط طويل إلى أن تفنى، أو ربما تعبر إلى كوكب آخر، من يدري؟ ماذا لو لم تكن الثقوب السوداء نهاية، بل ممرات؟ بعض العلماء يرون في المتفردة بوابة إلى مكان آخر. نظرية الثقوب الدودية تقول إنك قد تخرج من الجهة الأخرى في كون موازن، كأن الثقب الأسود هو باب، والمفتاح لا نملكه بعد. لكن هل تضيع المعلومات داخل الثقب الأسود؟ هوكينغ قال نعم، ثم تراجع. الآن نعلم أن الثقوب السوداء تسرب طاقة ببطء، تعرف باسم إشعاعات هوكينغ. ومع مرور مليارات السنين تتلاشى هذه الوحوش، تتبخر وتنقرض، حتى الثقوب السوداء لا تملك الخلود. لكن الغموض لا يقتصر على أطراف الكون. الثقوب السوداء ليست مجرد نهاية، بل بداية لأسئلة لا تنتهي. أعزائنا المتابعين، شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في الصوت الفريد الوثائقية ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.